صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 91 لسنة 2022 بتعيين مدير عام في جهاز الخدمة المدنية وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تعين الشيخ رنا بنت عبد الرحمن بن محمد الخليفة مديرا عاما لتنمية الموارد البشرية والأداء في جهاز الخدمة المدنية بدرجة وكيل مساعد.